السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. التلات كالعاده عارفين يوم الاكلات الشعبيه والاكلات البيتوتيه، ده الاخص يعني او ده المقصود. بنحاول دايما نعمل اكلات يوم التلات بالاخص يوم شعبي. شعبي حلو او الشرقي حلو، طبعا الشرقي يختلف شويه عن الشعبي بفكره ان هو يكون ايه، مثلا الشرقي بيبقى طواجن وصواني، اما الشعبي ممكن يكون حته كبده، ممكن حته سجق، حبه مكرونه، مش عارف ايه الحاجات دي كلها. هنعمل النهارده مع حضراتكم تلات اربع اطباق اسهل من بعض. عندي رقم واحد فرخه بلدي او بيضه حسب اللي عندنا في البيت، هنعملها بشكل فكره المكرونه المحمره مع المرقه، هنشوف بتتعمل ازاي. الطبق الثاني عندي طاجن كبد وقوانص مع البصل والفلفل الحار. الطبق الثالث هعمل برده بشكل بسيط جدا كده طاجن فاصوليا معمول بصلصه طماطم، يكون بيتي كده شويه وليه طعم كويس بحبه عصير طماطم، يكونوا فريش مظبوطين ومتبلين كويس. الطبق الاخير تنجان محمر مع الدقه ومع الخلطه مع حبه جرجير. انا معتقد اسهل حاجه في الدنيا وابسط حاجه في الدنيا ممكن نخش نعملها النهارده او نختار منه طبعا اللي حضراتكم بتحبوه. تعالوا نطلع فاصل، بعد الفاصل ان شاء الله نواصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره تانية مع لقمه هنيه. طيب احنا كنا بنتكلم مع حضراتكم من شويه قبل الفاصل على يوم شعبي او اكل بيتي، نحاول نعمل دايما اكلات تكون لطيفه، عكس يعني بكره مثلا، بكره هيكون يوم اطفال الاربع كالعاده، امبارح مثلا كان سمك، فاحنا بنعمل حاجه في النص كده تكون فيها خضار وتكون فيها لحمه وتكون فيها اي كان الاكل، بس يكون معمول بطريقه بيتي. يعني ما ننساش دايما اكل بيتنا، يعني ما ننساش المكرونه المحمره، الرز حبه وحبه، الرز بالشعريه. انا عارف ان دي حاجات شويه ممكن تكون تقيله او قديمه لبعض الناس، بس انا بقول الاكل ده احنا اتربينا عليه، وبقول دايما الحاجات اللي احنا بننساها دايما دي ما بنعرفش نفتكرها لما بنكبر، بنحس ان هي حاجه بقت موضه وعدت. الاكل ما هوش موضه، في ناس لحد دلوقتي بتاكل اكل من 30 40 سنه ما بتعرفش تغيره، ودي حاجه نحترمها كلنا، ان الاكل ده مزاج. فالمزاج نبقى ماشيين وراه بكل الخلطات وبكل الوصفات والحاجات دي كلها. تعالوا مع بعض نعمل ان شاء الله ثلاث اربع اطباق اسهل من بعض. عندي فرخه هشتغل بيها في طاجن مكرونه محمره، هنشوف بتعمل ازاي. عندي طاجن كبد وقوانص منتهى البساطه مع بصلايه مبشوره مع حبه هريسه، يبقى ليهم طعم كويس جدا. عندي طاجن فاصوليا خضراء هنعمله باللحمه المفرومه، هنشوف بتعمل ازاي. عندي كمان طبق بتنجان محمر هنعمل له خلطه سبايسي كده عشان ناكل ونستمتع مع حضراتكم. طيب هنخش في اول حاجه، بسم الله الرحمن الرحيم. عندي حله سخنه عشان ابدا اشتغل في الفراخ، عايز اشوحها تشويحه كويسه، هنسلقها طبعا اكيد، ولكن كل حاجه ليها حاجه. الفراخ كالعاده بنشيل الجلد، لان لو احنا مش محتاجينه الجلد على ما اعتقد لو محتاجينه هنسيبه. طب بتشيله ليه الجلد؟ طيب هنحطه ليه الجلد؟ يعني هو السؤال للحاجتين، بتشيل ليه الجلد؟ طب وهسيب الجلد ليه؟ انا عايز سؤال للجلد، او عايز حد يقول لي ليه بنسيب الجلد؟ بعض الاوقات لما يكون عندنا فرخه حلوه روميه بلدي كده ما نشيلش الجلد بتاعها. ليه؟ لما تتغسل غسله نظيفه بالخل والليمون وكل حاجه وميه ساقعه، حتى تعمل لي مرقه كويسه، تلاقي المرقه كده ليها طعم كويس قوي من العظم البلدي اللي فيها، عظم الفراخ البلدي مع الجلد ممكن يعمل لي مرقه لطيفه. فكل الاحوال الثانيه على ما اعتقد الجلد هيضرني مش هيفيدني، مش حلو يعني، ده المقصود من كلامي. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنبدا نتبلها تتبيله بسيطه جدا وسهله جدا. حبه فلفل اسود، بسم الله. كده اهو. حبه فلفل اسود. حلو الكلام. وحبة ملح، انتهى البساطة، أهو ملح وفلفل أسود. عايز أحط لها أي أعشاب أي حركات وماله، مش عايز أنا كده راضي وزي الفل. هنشوحها في الزبدة والزيت، بس الأول نحط الإيه؟ الزيت. ليه؟ عشان خاطر ناخد الصدمة براحتنا، وأول ما ناخد الصدمة نبدأ نشتغل بقى بالزبدة وندلعها، ونبدأ نشتغل بعد كده بالمكرونات وكل حاجة إحنا عايزين نشتغل بيها واحدة واحدة. تبلنا كويس جدا الفراخ بملح وفلفل عشان الزفارة، ننزل كده. طبعا الفراخ بتتغسل غسله نظيفه، دايما الفراخ اللي فيها عظم ممكن يعني لو حسيت ان فيها سنه زفاره بنجيب فنجان خل، معلقه ليمون، وحبه دقيق، معلقه دقيق برضه، ونقلبهم كويس جدا معاهم ونسيبهم ياخدوا وقتهم. هنا انا بشوح الفراخ بمنتهى البساطه والبلدي جدا، يعني مفيش اي اختراع خالص. انا مجهز عندي حاجه حلوه للمرقه، ايه المرقه بقى اللي تعملها فيها؟ هبدا اشتغل بعندي كده، بص يا شفيق كده بعد اذنك، كرفسايه، كرتايه، فص ثوم، جزرايه، كرفس، وبصل. بس انا المره دي بقطعهم صغير جدا، ليه؟ عشان عايز اكلهم.
يعني عايزين في وسط الاكله يتاكلوا مع المكرونه المحمره دي، كيس مكرونه محمر عادي جدا اهو، مع كمان الهريسه. الهريسه دي عباره عن ايه؟ في ناس كتير جدا ممكن تكون بتعلق او بتختلف او بتتفق على فكره ان انت ممكن تعمل حاجه بالليمون وبقشره. انا بقول لحضراتكم يعني هي اذواق. في ناس تقول لك لا انا ما احطش في تتبيله السمك مثلا، انا سمعتها ليمون بقشره، ممكن احط ليمون بس. في ناس تقول لك لا انا بحب اضرب الليمون بقشره مع الخل مع الفلفل الحار ويبقى تتبيله عندي جاهزه وحلوه. في انواع كتير جدا من الليمون، الليمون اللي هو بيمرر بلاش منه. الليمون اللي حضراتكم شايفين خامته ناشفه وحاسس ان هو ما فيهوش ميه كتير ده هيمرر، حاسين بكده ما فيش مشكله. لكن لو ليمون كويس على ما اعتقد الالطف لما نعمل تتبيله فيها الليمونه بقشرها. الليمون بقشره ما يضرنيش، الليمون بقشره لطيف جدا بيشيل الزفاره، طعمه كويس، وعلى ما اعتقد هو بيستخدم في بعض التتبيلات مش كلها. هنا انا بقلب الفراخ متحمره اكنها مسلوقه، شايف يا شفيق؟ اهو اكنها مسلوقه ما فيهاش اي مشكله خالص. هبدا انزل عندي بايه بقى؟ هنزل عندي بكل الكلام ده كله، ادي البصل مع الكرفس مع الكرات، شايفه ما شفيق؟ على الوش كده بسم الله. عايز اعمل منها مرقه كويسه على نضيف، حاجه تتاكل مش تتشاف. حلو الكلام لحد كده؟ حلو جدا الكلام لحد كده. طيب هتعمل ايه بقى تاني؟ عندي بطمه مبشوره وعندي كيس مكرونه محمر بحبه زيت، ولا زبده ولا سمنه، بمنتهى البساطه حبه زيت صغيرين حمرناها كويس جدا وسبناها. وعندي الهريسه دي هنعملها. انا اكلت الطبق ده قبل كده بس طريقه مختلفه شويه، بس نفس الموضوع، اكلته عند حبايبنا العرب، عرب الساحل وعرب الصحراء بتاعت الساحل الشمالي. الناس دول بيبقوا جوه شويه ليهم زباينهم، بيخش لهم بيحب ياكل الاكل العربي، بيروح لهم قاعد عربي كده وبيعمل لك الفراخ واللحمه بطريقه العربي، بس اكل كله عربي. خش تقعد في القعده ليها طعم تاني خالص. يعني انا تفاصيلها كتير ولكن هقول لكم، هم ناس مرحبين جدا، انا بحبهم جدا ولينا معزه عندهم جدا، فعشان كده دايما بنبعت لهم السلام. كل العرب بتوع الساحل الشمالي كلهم اللي هم من اول العجمي لحد الضبعه ومرسى مطروح، الناس دي كلها محترمين جدا وليهم مزاج في الاكل. انا بتكلم على المطبخ، الاكل بتاعهم لا بيعملوا اكلات حلوه جدا، مشوياتهم طعمها حلو قوي، مختلفه شويه عن بتاعتنا. تبلاتهم طبخهم ليها طعم كويس قوي. فانا كانت الموضوع فكره الفرخه اللي هي الورور بيسموها، او الفرخه الحمراء دي او الديك اللي هو الصغير ده في قلب المكرونه المحمره كان طعمها رائع. فدي طريقه فلفل حار طبعا. هنا انا شوحت كويس الفراخ وش وظهر اهو بالشكل دوت، قلب كويس، عملها ريحه. هنا في ريحه جامده جدا حضراتكم هتشموها اكيد، واحنا بنعمل الطريقه دي بطريقه سهله جدا. قلبها كده كويس، هنا الريحه ما شاء الله، الثوم والبصل والكرفس كل الحاجات دي كلها. اروح نازل في النص ايه بقى؟ هدلعها بحبتين حبهان، ورقتين غار كده، الحاجات دي تفرق كتير قوي في الطعم. عايز احط قرفه وماله، بس انا مش هحط قرفه بصراحه، خليها كده زي ما احنا. حلو الكلام. وهبدا بعد كده هروح عامل ايه؟ جايب عندي حبه مرقه، هبدا هسلق الفراخ. حبه مرقه، بس قبل ما اسلق الفراخ اجهز طبعا المرقه تكون سخنه، ومفيش مانع احط عندي الطماطمايه المبشوره من دلوقتي تاخد معايا تشويحه. ايه لازمتها؟ لا تديني نفس وتديني عرق في المرقه بتاعتي. عرق يعني ايه؟ لون طبعا وشكل حلو، ولكن انا بتكلم في الاساسيات ان تكون فيها طعم. الطماطمايه تدي طعم كويس قوي اهو، بس اشوحها الاول شويه. ليه تشوحها؟ كل حاجه بنتكلم عنها او بنعملها لازم نتكلم عنها شويه. شوحها ليه؟ عشان لما هتكون نيه الطماطم وما تتشوحش في وسط الخضار الحلو ده مع الفراخ، اول ما احط مرقه عندي هلاقيها طلعت على الوش، ده طبيعي جدا. انا مش عايز تكون على الوش، انا عايز تكون في وسطهم وليها الطعم بتاعها كويس قوي. انا شايف ان ممكن نعلي بسنه بهارات مشكله على الوش، احنا كده ممكن نسيبها تبقى طاجن لوحدها من غير مرقه. سنه بص قد ايه شفيق، جوزة الطيب، ودي حسب الرغبه. حلو الكلام، واقلبها كويس بس كده. لحد كده ابدا انزل عندي بسم الله على المرقه كده اهو، واسيبها تتعايش بس كده. حلوين جدا كده، ما نزودش المرقه عشان تاخد وقتها. وبعد كده لما تاخد غلوتين هبدا انزل عندي بايه؟ بالمكرونه المحمره، تاخد وقتها وتسويتها، وبعد كده احطها في طاجن وادخلها في قلب الفرن. نعم يا فندم. يا ست هدى صباح الورد يا ماما. ازيك يا حبيبي؟ اهلا بيك يا ام، ازيك؟ انا اول مره اكلمك والله. ده شرف ليا، يا رب ما تكونش اخر أنا مره. انا سعيده والله يا ابني. انا اسعد يا امي، ربنا يعزك، صباح الورد عليك يا رب. كل عام وانت بخير يا ابني، وحضرتك بخير وصحه وسلامه يا رب، والدك والدتك واسرتك كلها. الله يبارك لك يا امي ويديك الصحه يا رب دايما يا ماما. انا يا حبيبي او تعيش يا حبيبي، معلش انا طالبه منك، انا وجوزي راجل مريض وانا كمان مريضه، يا رب يشفيك يا ماما. يعني
والله يا ابني وظروفنا يعلم بها ربنا، بنشتري علاج بالعافيه من بره واهل الخير بيساعدونا. انا طالبه منك يعني اي حد يساعدنا من اهل الخير نجيب نعمل اي سبوبه نبيعه ونشتري فيها كده واحنا قاعدين. الله يكرمك. هو عليك منين يا ماما؟ انا من الايوبيه منطقه الخانكه. من الخانكه حضرتك يعني أيوة. حضرتك عايزه مشروع ايه او حضرتك تاكلي عيش من ايه؟ ممكن توضحي لي اي حاجه يعني، اجيب شويه ملابس مثلا ابيعهم، اجيب اي حاجه وابيعها يعني اي مبلغ كده بسيط كده يعني ربنا يرزقنا. طيب حضرتك عندي كام سنه يا ماما؟ حضرتك عندي كام سنه؟ 55 وجوزي برضو في السن يعني اكبر مني بحاجات بسيطه. ربنا يديكوا الصحه. ده قلبي بعيد عنك يا ابني. ربنا رب يشفيه ويديك الصحه يا رب ليه ويكرمكم. طيب حضرتك ممكن تسيبي رقم تليفون في الكنترول لو تكرمتي؟ ماشي يا حبيبي. بعد اذنك يا امي. حاضر. خليها على الله، خليها على الله. بشكرك شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا يا شباب خدوا رقم تليفون الحاجه وكلموا على طول. هقول لكم كلموا مين؟ كلموا مدام سهير. مدام سهير بتاعت مصر خير. الناس دي محترمين جدا وبيأخرناش طلب. كلموها وانا هكلمها برضو بحيث ان تقدر توفر لهم اي مصدر رزق او اي مصدر دخل ان هم يعيشوا حياه كريمه ولطيفه كده ويقدروا يشتغلوا يجيبوا يعني بالعربي كده يعني مصاريفها. ربنا يا رب يكرم كل من كان ان شاء الله يا امي. قول يا رب. طيب هعمل الطبق الثاني. عايز اعصج حبه لحمه مفرومه. بص قد ايه شفيق، ما يعملوش 100 جرام ولا 150 جرام. قدهم بصل، معلقه ثوم. تعالى خش عليها على طول. ادي سن الزيت الاول، سنه في حله سخنه. حلو الكلام. هبدا انزل عندي باللحمه المفرومه الاول. ليه؟ انا عايز انزل باللحمه المفرومه الاول معاها سنه ملح ومعاها كمان حبه بهارات او حبه فلفل اسود. طب ايه الفكره؟ الفكره انا عايز اشوح اللحمه دي وافرولها. فافرولها ازاي؟ حبه الملح. طب اشوحها ازاي؟ زي ما بقلبها كده في حبه الفلفل الاسود او البهارات، ما شمش ريحه كده ولا كده. بالعربي يعني بتكلم بكل صراحه. هعلي النار شويه عشان تفلفل اكتر وهديها كمان البصلايه الكبيره دي تنزل عليها تبقى معايا كده ايه منها فيها، ما يبقاش يعني كميه اللحمه ما تبقاش كامله. هعملها عصير طماطم وهسبكه وتم التمام وهشوح معاها كمان الفاصوليا. بس الاول نطلع على النار دي معلش يا شفيق. هنا اهو كده اهو واقلب كويس جدا لحد ما تبقى معايا يعني متعصجه. ما تاخدش مني وقت كتير جدا طول ما الحله سخنه، طول ما الدنيا تمام انا زي الفل جدا اهو. قلب كده ما تاخدش مننا وقت. حبه ملح وحبه فلفل اسود فقط لا غير اهو. اقل من دقيقتين الموضوع هيخلص. طيب هتعملها صلصه طماطم ايه؟ نعم يا محمد من اهل الجيزه، اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا بيك يا استاذ علي. اهلا بيك يا استاذ محمد، تحت امرك. انا طبعا عندي اعاقه فكريه وعندي مشاكل كتير قوي بالاسكان والمواصلات وكده. عايز اطلع معايا سعيد مش عارف اوصل خالص. طب عينيا الاثنين. حاضر يا محمد، حاضر ممكن نوصلك لاستاذ ريهام سعيد. عايز حاجه ثانيه يا محمد؟ لا لا عايز اطلع اسمع عشان سعيد. حاضر. طيب مش عارف مصدع خالص. نعم يا فندم. مش عارف مصدع خالص. مش عايز مساعدة خالص. طب عايز ايه؟ طب من رهام عايز اطلع معايا في بنيرك. مش عارف اوصل لها خالص. مش عارف توصل لها خالص. طب خليني اوصلك لاستاذ ريهام سعيد والبرنامج هو هيقدر يكلم حضرتك ويساعدك ان شاء الله. بشكرك جدا يا استاذ محمد، تحت امرك. محمد انا عارفك، انا مش اول مره اكلمك يعني كلمتني كذا مره، فانت راجل محترم فان شاء الله نحاول نساعد حضرتك ونوصلك للاستاذ ريهام سعيد. ممكن يا شباب توصل له الرقم ده بتاع محمد لزيزو الفرماوي. هنزل بالرز بالرز قال بالبصله على اللحمه المفرومه مع فص ثوم. حلو يبدا كده يدلعوا مع بعضيهم شويه وياخدوا وقتهم. حس البصلايه تدبل شويه واحس ان انا عملت ايه تتبيله كويسه. دي عصير طماطم يا شفيق، شايفها؟ شايفها خالد؟ طب هنعمل فيها ايه عصير الطماطم دي؟ زي كل مره بحب اتهب حاجتي قدام حضراتكم هنا وننزل على الحله وننساها. طيب هنجيب معلقه صغيره، بسم الله. ادي حبه الملح، هنزود براحتنا حسب الرغبه. وحبه كزبره ناشفه، انا بحب اتبل صوص الطماطم بالطريقه دي، جربوها. وحبه كمون اهو، كله قدام حضراتكم، ملح وفلفل وكمون لحد دلوقتي. فلفل اسود كمان. دي تعصيجة صلصة طماطم ما فيهاش أي حاجة. هجيب عندي كمان بالمرة معلقتين من صلصة الطماطم بتوع كنور. معلقتين صغيرين، أدي واحدة وأدي التانية. إيه وظيفتها الطماطم دي؟ ما أنت عندك فريش أقول لحضراتكم بتسبك لي الصوص كويس جدا وبتغمق لون الطماطم لو فاتحة وكمان صلصة الطماطم برضو طماطم فريش. طيب إيه تاني نحط عليه؟ ممكن نحط كمان مكعب مرقة برضو خضار يديني تيست عالي مع صلصة الطماطم. هنا كده الموضوع بقى زي الفل باين قدام حضراتكم. اجيب عندي مضرب،
اقلب كل حاجه قدام حضراتكم هنا بحيث ان ننزل على الحله ما نقعدش رايحين جايين ونحط من هنا ونرجع تاني ونحط من هنا ونرجع تحس ان احنا يعني ايه في فيلم. اقلب كويس جدا. بص بص الطماطم عامله ازاي؟ خلاص زي الفل كده يا باشا زي الفل قوي. نرجع هنا اللحمه اتعصجت بيه البصلايه مع فص الثوم واخده بهارات متدلعه. هنزل عندي بفكره الخضار اللي هشتغل بيه، هشتغل بخضار ايه؟ هشتغل مثلا ببسله، هشتغل بفاصوليا، هشتغل باي حاجه هبدا اشتغل بيها على طول. اجيب عندي كيس فاصوليا وابدا هعمل كده بتاع بريكاله ده وابدا انزل على طول بالشكل ده كده اهو. شايفها شفيق عامل ازاي؟ فريش. قطعها ومسلوقه نص سلقه فتفرق معايا كتير. تشويحه حلو حتى لو كانت مستويه برضه احب اشوح الحاجه تاخد وقتها وتبقى فيها نفس كويس. كده اهو. هطلع لك فاصل بس اقفل الطبق ده. حاضر عينيا الاثنين. شوحناها على السريع. طبعا الفكره كلها ان احنا بنتبل البصلايه مع فص الثوم وحبه الخضار. هعمل كده شوحناها تمام التمام. هجيب عندي العصير بتاعي. بسم الله. كده اهو. شكرا. ولا حاجه هحطها تاني في الحله دي. خلاص تاخد غلوتين بس قدامي على النار والكلام ده كله يخش في طاجن بلدي على طول على الفرن. الفرن. حلو الكلام. كده اهو. وشكرا على كده. هنغطي عليها ونسيبها ونبص بص على الفراخ لو محتاجه حاجه برضو نطلعها. ادي الفراخ يا عمنا. كنت بقول احط لها زبده ما حطيناهاش زبده لحد دلوقتي. جه الوقت نحط لها زبده تطعم لي المرقه كويس ونطلع فاصل. ما تقلقش هطلع لك فاصل. حاضر. ادي مكعبين زبده حلوين كده يدعموا لي الامور ونسيبها تاخد وقتها وتستوي. تعالى اطلع فاصل ثم نواصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. قبل الفاصل كنا احنا مطبقين طبق الفاصوليا. مطبقين دي اللي هي كلمه مصطلح بطبخ انا اسف يعني بقول الكلام بتاع المطبخ ده اللي هو قفلناها يعني او خلصناها ودخلناها الفرن. الطبق الاولاني خالص هو الفراخ. تعالى كده يا استاذ بص كده بصه. فراخ شغاله زي ما هي مستوي تقلب في وسط المرقه بتاعتها بتجيب طعمها منه فيه. انا شايف ريحه ما شاء الله يا رب تعجب حضراتكم لما تعملوها. شكل بسيط جدا بمنتهى البساطه. جربوا الطريقه دي ما فيهاش اي افتكاسات خالص يعني هي مش قصه. شوف كده اهو قلب كده شويه هتطلع طبعا قرن فلفل عشان هي سبايسي ولو مش حابين سبايسي براحتنا. اول ما احس ان خلاص الفراخ بدات تستوي كده شايف يا استاذ انزل بقى بايه؟ بالمكرونه بتاعتي. المكرونه بتاعتي متحمره كده كده مش محتاجه مني اي حاجه. اهو كده اهو جميل. ونقلبها تقليبه كويسه بحيث ان المكرونه تبقى تشرب ميتها. اهو كده نقلب كل شويه عشان المكرونه تاخد وقتها وتستوي. هي مش تاخد مني اكتر من كده. اهو ممكن بقى اعمل ايه اريح نفسي وما اقعدش اعمل فيها كتير قدام حضراتكم على النار. ادخلها فين؟ الطاجن في قلب الفرن. اهو كده. واروح لو عايز ازود ميه او مرقه يبقى قدام عيني هنا. اهو بس ننزل الفراخ في النص كده عشان تكمل تسويتها. اه دي عايزه كمان ايه حبه مرقه حلوين مع ممكن لو حبينا نديها معلقه هريسه على الوش. ادي الهريسه حلو الكلام. تعالى بقى ناخد ده كده ونطلع هناك على حبه المرقه دول ونبدا نشرب المكرونه تاخد وقتها في قلب الفرن وتتعيش. مرقه خضار مش مرقه حاجه يعني صعب ولا شيء. اه كده اهو شايفها يا استاذ. ونروح عاملين ايه ريحه الهريس طبعا عالية جدا. احنا خلينا الفرن على طول. ونسيبها تاخد وقتها وتتعيش. حلو. الطبق التاني في الفرن شغال والطبق ده شغال. هنخش بقى على طاجن ايه؟ طاجن الكبد والقوانص. ننزل بطاسه سخنه
وهنسوي حاجه حاجه، هنسوي الاوانس لوحدها الاول ونظبطها، ونسوي بعد منها الكبد بتاعتها، يعني ما يبقاش كله مره واحده، بحيث ان الحاجه مش كلها تسويه واحده. الاوانس طبعا هتكلم عنها شويه، فكره ان ليها عشاق كتير جدا الاوانس والكبد بتاعت الفراخ، عشان نعملها صح ونبقى ضامنين باذن الله ان هي حاجه نظيفه. الحسوكه مطلوبه قوي في الحاجات دي شويه، انا بكلم بكل صراحه. الاوانس او حاجه الفراخ بالزيت عامه بيبقى تقني شويه فيها اكتر من السمك. السمك معروف لو انا باكل السمك ولقيت فيه زفاره ممكن احسبها ان هي زفاره البحر، يعني عادي ممكن تمشي بالشكل ده، او ممكن واحد يحس ان هو ايه سمك وزفاره وبتاع، فالريحه عاديه. اما الفراخ او ممكن انواع اللحمه لا، الواحد ممكن يقفل منها طول عمره. فبنعمل ايه؟ بنقطعها الاول، بنشيل الاول منها القشر بتاعها وبننضفها كويس قوي، وبعد كده بنقطعها جوليان تقطيعه كده. شوف يا شفيق عامله ازاي، اهي تقطيعه ما بقاش يعني اهي، تحس ان هي شاورما، حاجه صغننه جدا جدا. قطع وبتتغسل بخل وتتنقع شويه في الخل. هتقول لي كتير الخل عليها، اقول لك لا، نقعها شويه في الخل مش هتخسر لي حاجه. وبعد كده نجيب ايه بقى؟ نجيب معلقه زيت على طاسه سخنه كده اهو، ونبدا نحط الاوانس الاول في الطاسه ونبدا نقلب. بسم الله، ادي الاوانس جميل كده، قلب ونبدا نعمل لها ايه بقى؟ معلقه ثوم على طول. هتقول الثوم يتحرق، اقول لك لا، قلب باستمرار، حاجه تبقى معاك واخده طعمها وريحتها كله نفس واحد. شفت بقى لما غسلناها بالخل بقت بيضه ازاي؟ شايف النظافه؟ اهو نقدر نشم ريحتها واحنا يعني مفيش حاجه تقلقك يعني، او تقلق طبعا في البيت كده اهو. طبعا البصلات دي كلها بتاعتها، القرن الفلفل ده بتاعها، حسب الكميه اللي هنشتغل بيه نعمل قدنا براحتنا، مش عايزين بصل خالص براحتنا كده اهو. يا ام هبه من اهلي وحبايبي في الشرقيه، صباح الفل يا ام هبه. اهلا بيك يا ام، ازاي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله في نعمه، فضل وعدل. طيب وحضرتك طيبه وبخير وسلامه دايما يا رب. احنا بنحبك قوي قوي وعيال اقسم بالله. ده انتوا اهلي. ربنا يخليك ويسترك يا رب. عمرك يا ام هبه. انا عندي لك سؤالين معلش. موري ما تساليش. كده بقى مكرونه في اسباجيتا بالبشاميل اللي عايزه اعملها. حاضر. وفي سؤال ثاني. اتفضلي. انا عندي مشكله عايزه اقولها لك، بالله عليك ما تقفل السكه. اقفل السكه ليه؟ احنا بنتكلم، عمري قفلت في وش السكه حد؟ لا والله طبعا. لا انت ما تظلمنيش تقولي اقفل السكه، عمري قفلت السكه مع حد؟ حاجة عليا والله لا، دي فوق راسي، بس انا بثبت لك ان مش معقوله ومش جدعانه من اي مذيع يقفل السكه في المشاهد. ليه؟ معلش عايز تكمل المكالمه كملها، مش عايزين نكملها نقول لك والله مع الكنترول هم افيد منك يعني كده، لكن ما تقفلش السكه في وش الناس ليه؟ حاجة عليا. لا لا اتفضلي اتفضلي تحت امرك. امريني كده، عايزه ان انا معايا اربع بنات وجوزي نايم مريض وكده، عايزه اصحى اي يعني حد يساعدني بمشروع اكل منه عيش، مفيش مصدر رزق لنا خالص. تمام. طيب ممكن حضرتك نوصلك ل جمعيه مصر الخير او مؤسسه الدنيا الجديده؟ ما هم هم لو سمحت لنا بحثوا عننا ومحدش عمل لنا حاجه. يعني انت كلمتينا وبعتناهم لك قبل كده؟ وهم لسه ما ردوش عليكي؟ الاستاذ اشرف على طريقك برضه كان جوزي كلمك وانت وصلت لنا بيه. تمام. ما هو بص يا حاجه، حد يبحث لنا الحاله وجم ومشوا بس ما عملوش حاجه لنا. امتى الكلام ده يا امي؟ الكلام ده بقى له اربع شهور. حلو جدا. طيب احنا نرجع لمصر الخير، هو اللي جالك مين؟ مصر الخير ولا دنيا جديده؟ هو ده استاذ اشرف، مش عارفه بقى تبع ايه، استاذ اشرف هو اللي بعت حد لنا. طيب خلينا نرجع تاني ونعرف إذا كان من جمعية مصر الخير أو من دنيا جديدة، نعرف إيه السبب. مش عارفة بقى تبع إيه هو. هنعرف، أنا هعرفك ما تقلقيش. عليك يعني عايزة مشروع لجوزي نايم مريض ما بيشتغلش وما بيتحركش وهم ما شافوا المنظر. طيب طيب حاضر يا ماما، إحنا نعرف الأول مين اللي جالك، ونعرف مع احترامي طبعًا لحضرتك بكل الأحوال هم إيه اللي خلاهم ما عملوش الطلب اللي هم يقدروا يعملوه، لأني هنعرف منهم، هنعرف منهم ما نسبقش الاحداث. بشكرك جدا، شكرا جزيلا لحضرتك، خد رقم تليفون يا شباب بعد اذنكم. انا بس مش عايز الوم على حد جالك وحضراتكم ما عملش حاجه، معلش خلينا نتكلم بكل صراحه، وانا اسف جدا باللي ما هقوله. بعض الحالات بيبقوا بالنسبه للجمعيات يعني بعد البحث الاجتماعي اللي بيعملوه، بسال انا بالحاجات دي بعرف يعني، يقول لك والله يعني رحنا لقينا الحاجه متيسره، رحنا لقينا الامور مش مستحقه الكلام اللي حضرتك بلغت بيه،
في ناس تانية اولى من كده، ده في ناس بتقول كده، مش بقول على حضرتك، انا بقول ممكن يكون ده سبب او رد هيقوله لي، ولكن خلينا نسمع ونعرف، مادام وصلوا لحد عندكم يبقى كان في نيه، مادام هم وصلوا لحد حضرتك عندك هم من حته منين حته يا ولاد؟ منين محافظه؟ من الزقازيق، يعني كل اللي هو يطلع من القاهره لحد الزقازيق اكيد مش رايح يعمل يعني يسلم ويروح، لا اكيد كان في هدف، بس ايه اللي حصل لازم نعرف، ايه اللي حصل لازم نعرف. انا بس بقول لكم الصراحه ان في بعض الناس، مش حضرتك انا مش بتكلم عليكي، بعض الناس بيبقى الموضوع بيبقى بشكل وبيروح ولاقوا شكله تاني. يعني مثلا انا هقول لكم حاجه قدام عيني انا شخصيا، طلب غساله وتلاجه بعتناهم لحد هناك، وهم بينزلوا الحاجات هناك لقوا في البيت تلاجتين وغساله على باب الشقه، يعني ده حصل بالفعل. معرفش مين، مش فاكر اسم مين، محافظه ايه، بس يعني العشم طبعا ساعات الواحد مبقاش واخد باله وربنا سبحانه وتعالى بيبعت الحاجه، بس طبعا احنا بنتمنى دايما اللي بيطلب شيء يكون بجد ما عندوش الحاجه دي، لان بنتعب ناس ورانا وبناخد فلوس ناس. يعني المتبرع ده بيبقى بيتبرع للجهه دي او للجهه دي على اساس الحاجه توصل للامانه، فمش معقول يكون خد الفلوس من الراجل اشترى المعده او الحاجه دي وراحوا بمحافظه يلاقوا العكس اللي اتفقوا عليه. فهي دي قصه كلها، بس تبقى محرجه جدا وبتزعل الشركه المؤسسه دي مننا، بيقولوا يا جماعه والله تبعتوا لنا ناس ساعات، مش كله بيبقى الموضوع بالشكل اللي بنتكلم عليه دوت. فارجو اي حد يكون محتاج شيء يكون بجد محتاجه ان شاء الله يكون عنده باذن الله لو في ايدينا. انا مش بقدرش اوعد حد بحاجه هي مش في ايدي، انا مش من الناس دي. يعني ان شاء الله ربنا يكرم ونحاول يعني باذن الله. هنا الكبده والاوانس هتطلع بصليه صغيره جدا مش كتير. بص منظر الكبده عامله ازاي، شايف تحس ان هي بتقله اهو. اديها بهارات ايه بقى دي؟ اديها حبه بهارات مشكلين من عندي اهو، حبه كده حلوين. اديها سنه كزبره ناشفه، سنه شطه على الوش كده، حبه ملح طبعا حاجه تتروق، وسنه جوزه الطيب ماشي، مش هنقول لا، سنه قد ايه مش كتير، وتقلبوا مع بعض حلو كده اهو. عايز اخليها جوسي، حاسس ان هي تنشف، حبه ميه صغيرين جدا اهو في النص مش كتير ولا حاجه، وراح عامل كده وراح جايب عندي الغطا وكاميرها، سيبها تاخد وقتها شويه في تسويتها تبقى تلدع كده شويه، وكان ممكن ادخلها في فرن في الطاجن براحتنا. طيب الطبق الاخير هو طبق البتنجان المخلل، ده صديقي يعني وصديق الناس كلها يعني مفيهاش كلام. طبق المخلل هنعمله دلوقتي قبل ما يطلع الفاصل، يا شفيقه اللي بتشد كرين واخد، انا مش شرط ابص في الكاميرا عشان اشوفك او مش شرط ابص حواليا، انا شغال يعني انا برضو تعرفني، مش هياخد وقت. هنعمل تتبيله ونحشي في الفاصل، ما تنصحش عليا انا كنت مستريح منك وانت عارف. اه ماشي، هجيب عندي معلقتين ثوم، بسم الله، ادي واحده ادي اثنين، الهريسه دي لازما تكون موجوده في الثوم، ادي واحده ادي اثنين. بتعمل ازاي الهريسه دي؟ بليمون بقشره، بخل، بفلفل حار، بكمون، بليمون عصير لو حابين زياده عشان يخلي الماكينه تضرب او الخل، وتضرب كويس جدا، فلفل احمر لو حابين حسب اللي بيحبه كله بيها. حلو الكلام. هجيب عندي ليمون فريش عصير والخل زي ما اتفقنا، فنجان خل حلو كده، وكمان 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 حبه ملح، لازم يكون ملح كتير، معلقه حلوه كده، وحبه كمون، وانا بحب الشطه بصراحه في لازم هي لازم تكون متشطشطه. حلو الكلام كده، حلو الكلام. وراح جايبين ايه، حبه زيت زيتون من عندنا، روق برضو الامور شويه، ونجيب المضرب ونقلبها كويس مع حبه كزبره او بقدونس او حاجه خضراء، يعني تحس الواحد مظبط الامور. ولو عايز احط بصليه في النص وماله، طماطميه في النص، ما هو كله حشو. طماطميه عندي اهي قطعها مكعبات كده اهو، وعندي حبه الخضره مفرومين اهي، شوف الخلطه عامله ازاي، ما فيهاش حاجه. عايز احط لها بصلايه اهي، البصلايه جاهزه حشو، يعني الواحد بياكلها كده ببصلايه بتنجانيه تحس ان هي عسل. انا بقى مكيف الناس اللي العيش، لقمه العيش طبعا مهمه جدا، لقمه العيش لو مش حلوه كل الكلام ده كله ما ينفعنيش. البتنجان عامه، يعني البتنجان ده مع العيش المحمص او مع العيش البلدي بتاعنا لما يكون مقمر كده تحس ان هو طالع لسه من الفرن، قمر بقى على البوتاجاز على الرف على الفرن حسب اللي عندنا، ولكن بيبقى ليه طعم كويس جدا. هطلع بس واحده قدامكم ونطلع فاصل براحتنا، نرجع ان شاء الله نكمل بقيه حاجتنا. ادي بتنجان محمر، بتنجان عريس عادي جدا اهو. طبعا البتنجان ده حجمه كبير جدا، انا شخصيا ما اشتريهوش، بس هو ده اللي كان قدامنا النهارده. انا احب البتنجانه الصغيره دي، اصغر حاجه، اصغر من دي، يعني ممكن تكون نص حجم ده. نجيب البتنجانه بنحمرها، بنفتحها بنحمرها،
ونبدا نحشي كده. بسم الله اهو على حشو الايه كده، وعلى كمان تحت منها حبه حزمه جرجير مغسوله دسمه نظيفه محصول عليها ليمونه تحط بالشكل دوت، ونبدا نعمل كل الكلام اللي حضراتكم شايفينه ده. عايز تفتح بوصل انا مخلص يا شفيق، انت اللي متاخر اهو. انا بالنسبه لي ما عنديش منها طبعا، الفلفله دي انا شغال مش دعوه انت عايز تفتح بوصل ولا لا. اهو 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 بص قرن الفلفل ده لما تحشيه كده يا شفيق احلى من الفاصل والله العظيم، وربنا احلى من الفاصل. اهو شوف قرن الفلفل عامل ازاي، انا جاهز لو عايز تفتح فاصل براحتك. اهو ما تفكرنيش ان انا معطلك وحاجات بالشكل ده. اهو شوف البتنجان عامل ازاي، تحب البتنجان ده يا شفيق ولا لا؟ انا بحبه. ما لا انت ما بتحبوش، ما انه احنا مصلحتنا ايه لما تحبه وتكرهه؟ ايه اللي هيفيدني كمشاهد بسمع دلوقتي الحكايه الضايعه اللي بتحكوها انت والشيف ده؟ ما تقعدش بقى تعطلنا، انا عايز اطلع فاصل. اطلع فاصل اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب كنا قبل الفاصل شغالين في الكبد والقوانص، لو حضراتكم شايفينها خلاص خلصانه، سيبها كده واخد تسويتها. حبه المايه الصغيرين اللي حطيناهم ما خلوليش بس فكره البهارات اللي حطيناها كلها تكون محروقه من الزيت او من الزبده اللي محطوطه، وما خليتش الامور فيها يعني حمو، لان البهارات الكتير دايما هتاخد منها ايه غير اللسعان، مش اكتر من كده. الطشه دي يعني انا عاملها للصينيه بتاعت الفاصوليا. تعالى يا شفيق كده بعد اذنك، اهي شايفها ادي الطشه يا فندم. بسم الله بس كده، متشكرين جدا. تطلع على طول، خليك زي ما انت. هجيب بس الايه الكلبس ده ونطلع بيه طاجن الفاصوليا باللحمه المفرومه اهي بالطشه. شايفها يا فندم ولا انت بتصور ايه؟ اهو الطشة تديني نفس كويس بس مع اللحمة المفرومة تبقى ليها طعم كويس قوي. وهجيب برضو بالمرة الطبق بتاع الأورنج ده خلصان أهو. يا هشام معايا أنت؟ أهو بس كده. ده عيش بقى ما شاء الله مهم جدا في الموضوع. نديله مثلا ليمونية على الوش كده، وبلاش نحط بقدونس وحركات وبتاع، ممكن بس إيه حبة هريسة على جنب لو حد حب يخليها عالية شوية من سبايسي اهي موجودة، محدش حب هي زي ما هي كده بس كده. وممكن بص بقى التاتش الافرانكا في الاخر ده، رشة زيت الزيتون دي تديك سنس عالي جدا. نطلع بيها على المائدة على طول اهو. طاجن المكرونة زي ما حضراتكم شايفينه اهو، شايفه خلصان. طاجن الكبد والقوانص، الباذنجان المحمر، وده اهم شيء، الرز بالشعرية او الحبة وحبة حسب اللي حضراتكم بتحبوه. طبعا اكيد في حبه عيش في النص، ده مهمين جدا عشان البتنجان مش يتاكل غير بالعيش، ومع ان ده ممكن يتاكل كده يعني ممكن يتاكل، بس انا بحب اكله بالعيش والجرجير وبتاع، تحس ان اللقمه ليها طعم، ما هياش بس ايه واحد بياكل الحاجه على الفاضي. بتنجان، فراخ، كبد وقوانص، فاصوليا باللحمه المفرومه والطشه، ورز ابيض او حبه وحبه او بالشعريه. دي كانت حلقتنا، اشتركوا لحضراتكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد حلقه جديده، والسلام عليكم.